مسلسل رحيم من المسلسلات المميزة جدا وبيعرض على شاشة اون وبيلعب بطولته النجم ياسر جلال ونور ومحمد رياض وصبري فواز وهو من إخراج محمد سلامة. كاميرا الجولة الفنية حضرت الكواليس وقابلنا معظم أبطال وصناعه. في البداية كان لنا لقاء مع النجم ياسر جلال وأصر أنه عرفنا على الأبطال الشباب المشاركين في المسلسل وكلمنا كمان عن تفاصيل الدور. أنا يسعدني ويشرفني أن أنا أقدم نجمين واعدين جدا فنانين جامدين بنت زي القمر واد وسيم جامد جدا. اقول واد عشان انت اخويا الصغير طبعا. فنبدا بمنوته يعني طبعا النجمه كارولين طبعا وهي مشرفانا في المسلسل بتعمل دور مهم جدا بتعمل شخصيه ريم والنجم توني بيعمل شخصيه هشام المفروض اخويا الصغير في المسلسل فانا سعيد جدا بشتغل معاهم. فنبتدي برضو نسال كارولين كده عن دورها. اهلا اهلا اهلا. والنجمه طبعا منى فاروق طبعا معانا بتعمل دور بسمه في المسلسل. فانا سعيد ان انا يعني بتشرف ان انا في وسط النجوم الجامدين دول الممثلين الجامدين. ياسر جلال بيكرر التعاون مع شركه الانتاج اللي تعاون معها في اعماله السابقه. يا ترى قال ايه عنها؟ تعالوا نشوف. دي تاني تجربة مع شركة فنون مصر، شركة كبيرة محترمة. يعني كانت عناصر العمل الفني في ظل رئيس مكتملة. هم بيعملوا عمل بيكفلوا له عناصر نجاح، فأنت تتحط في الإطار السليم عشان مجهودك يبان. ده اللي بيحصل معايا وحصل قبل كده مع النجم طارق لطفي وحصل مع مجموعة الشباب دول، لأن دول برضو كانوا في الأب الروحي وعملوا بصموا وتقدموا بشكل جيد جدا. فالفنان دايما محتاج الإطار، محتاج حد يرعاه. فالراعي هنا ايه؟ هي شركة الانتاج اللي بتقدمك في وسط بوكي او في وسط برواز جميل. فده اللي بيحصل بقى في تجربة رحيم، ان هو مسلسل مختلف تماما عن ظل الرئيس. في ادوار يعني التلاتة الشباب اللي واقفين دول ادوارهم كبيرة وممثلين جامدين يعني هم ابطال. فده دي المباراة اللي تطلع مسلسل حلو اللي كلنا بنستفيد، لان احنا كلنا بطولة جماعية، مفيش حد بيقول انا جدع يعني لوحده وبطل لوحده. بيشارك في بطولة المسلسل النجمة نور والنجم محمد رياض. يا ترى ياسر جلال قال ايه عنهم؟ يلا نشوف. انا ما كنتش اتخيل انها لطيفه جدا على المستوى الانساني، دمها خفيف قوي وشخصيه جميله. فانا فرحان ان انا بشتغل معاها، يعني اول ما تعرفنا على بعض كده بقينا اصدقاء. يعني هي شخصيه دمها خفيف قوي، قلت لها ادوارك دايما بتطلعي جامده، قالت لي طب ما انت ادوارك برضو بتطلع كده. فيعني هي شخصيه لطيفه وانا سعيد طبعا. مش بس طبعا نور، لا محمد رياض اخويا وصبري فواز وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز الاستاذ حسن حسني، لا في اساتذه كبار يعني.